على نسيم، لأنه نسيم أنتم تعرفون مكانه وين. نسيم حبتور المفقود اليمني. أنا أعرف؟ أقسم بالله العظيم ما أعرف ولا أدري عنه. يا رجل صلي على النبي. أنا أعرف عن نسيم؟ والله لا أعرف ولا أدري عنه. شو اللي أعرف أنا؟ ولا لي أي شغل بأي صلة. طيب هم أيضاً فيه يعني حنا المعلومات اللي عندنا أنك أنت تعرف أن ذول الأولاد مأخوذين من المستشفى اللي هم الخنيزي والعمار. لا بالله ما أعرف. أقسم بالله العظيم الذي خلق السماوات السبع إني ما دريت إلا بالإعلام. إيه والله. السؤال المثير الآن، لما دريت ليش اختفيت؟ لا أنا ما اختفيت. أنا لو اختفيت كنت اختفيت ومشيت، صح ولا لا؟ أنا شوف أنا قاعد في ولا اختفيت ولا شيء. لو أنا مثلا إني ذا كنت بقعد يعني بالعقل. لا مستحيل. إيه. بس أنا قاعد وش أسوي مثلا قاعد عندما خلاص أنا زي ما قلت لك أنا كنت في المشوار وخلاص. في كلام منك زوجة؟ لا يتكلم يقول، بس أنا زي ما قلت لك أنا كان التوصيل هذا اللي صار. بس يعني أنس اللي هو موسى ولد الخنيزي ونايف القرادي، ليه ما كلمتهم باركت لهم؟ والله أنا ما لي علاقة مثلا فيهم ولا حتى شفتهم والله، لا أبو هذا ولا أبو هذا. بالنسبة للقرادي لما قال لي الأخ طارق، ما أدري إلا ما أستلهم من أخ طارق. طيب كلمنا عن مريم نفسها هذه اللي الآن متهمة بالاختطاف، إيش تعرف عنها؟ ذكرى يعني إيش وصفها لنا يعني في أخلاقها في سلوكها في علاقتها مع جيرانها معك؟ والله طيبة، أنا أقول طيبة. وجه الطيب ذا وش هو يعني؟ لا أقول لك أنا أشوف إنها طيبة يعني مع عيالها كويس. يعني احترامها تحترم يعني الواحد. هل تعتقد ان هي الخاطفه ولا حد ثاني؟ والله الله العالم، انا هذا اللي ما ادري عنه، ولكن العلم عند رب العالمين. هذا الشيء انا ما ادري عنه، اقول هي خاطفه او مثلا واحد ثاني، هذا ما حد يدري عنه الا الله سبحانه وتعالى. يعني انا زي ما قلت لك بالنسبه لقضيه مريم، انا ما ادري عن القصه هذه الا بالاعلام. هذه عن قضيه مريم. وبالنسبه لانس وعلي، انس وعلي يعني أعرف أن أنس كان في توظف سكرتي الفترة الأخيرة، كنت أجيبه أوديه. وعلي كان يتدرب رياضة، بس أوديه النادي هذا وأرجعه أحيانا. هذا لسه نايف. أنا كنت أول عندما كان عندي مدرسة كان ما عندي سيارة، أوديه المدرسة وأجيبه. كان ما عندي بعد ما استأشر سيارة خلاص. حتى ترى على فكرة بعد بالفترة الأخيرة عندما كانت عندي سيارة كنت أنا خلاص يعني ممكن اروح انا خلاص. اطول مده سكنت معهم كم يعني كم ليله قعدت؟ طيب ليلتين ثلاث اسبوع؟ لا احيانا انا كنت مثلا على حسب انهم عندهم مشاور الصباح كنت ابيت عندهم واسلم الصباح وراح بعدين انا اقضي شغلي وارجع. يعني ما قد قعدت ليلتين ثلاث عندهم؟ ترى والله يعني اليوم عندهم شغل وبكره عندهم شغل فبضطر اني اقعد عندهم. لا اضطر انا كنت اقعد لما اقول لك انا عند مع في المجلس مع علي ونايف. انا اقول لك نايف كبير، نايف يمكن عمره نايف قريب الثلاثين 27 اقول لك هذا كبير يا نايف. ومحمد قبله كان برضه كبير، كان حتى انا قاعد مع محمد.